بالنسبة لأهم الثوم والبصل والخضروات، هذا عليه الزكاة؟ الجمهور يرون أن لا زكاة عليه. نعم، يعني مثلا زراعة مثلا مساحة من البصل والثوم، هل مثلا بحثهم حصلت قلعة هل أخرج عليهم زكاة ولا؟ اصبر علي بس. نعم؟ اصبر علي. تفضل شيخنا. الله يزيدك من فضله. الجمهور يرون أن لا زكاة عليه، لكن الأحناف يرون أن فيه الزكاة. أما عن حجة الجمهور فاحتجوا بقولي بما يروى عن رسول الله ليس في الخضروات زكاة، وهذا حديث ضعيف. أما الأحناف فأرى قولهم مسددا في هذا، لأن أدلتهم أظهر وأحوط، مثل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، زيتون ورمانا متشابها وغير متشابه كله من ثمره إذا أثمر آتوا حقه يوم حصاده. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، فأحوط لك وأنفع لك في دينك وأبرك لك في آخرتك أن تزكي عنه. كم تزكي؟ نصف العشر. وإياكم السلام. مساحات كبيرة أفدنا، ليس بعض البصل في على حافة الترع ولا